وللمزيد معنا في الاستوديو الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، لإلقاء الضوء بشكل أكبر على مسيرة الانتخابات، انتخابات الرئاسة 2024. بعد التحية أستاذ جمال، دعني أتحدث معك ونلقي مزيد من الضوء وتحليلك لما رأيته منذ الأمس وحتى اليوم من مشاهد. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يمكن في الحقيقة احتشاد المصريين أمام صناديق الاقتراع بيؤكد انحياز المواطن المصري للدولة المصرية والاستقرار الدولة المصرية. هذه الأعداد الكبيرة من الناخبين في الحقيقة بيؤكد أن المواطن المصري لديه الوعي الكافي والإدراك أيضا التام بطبيعة المرحلة. هذا الاستحقاق في الحقيقة استحقاق له أهمية خاصة، لأنه يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية بها الكثير من الصعاب، وبالتالي دعم الدولة المصرية، دعم استقرار الدولة المصرية، إرسال رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي أن هذا الشعب قادر على الاستمرار، قادر على البقاء، قادر على أيضا تكوين قرار سياسي مهم في هذا التوقيت. كلها رسائل مهمة الآن موجودة وتصدر للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. هذا الشعب على قلب رجل واحد في حالة اصطفاف وطني حتى قبل الانتخابات. هذه الانتخابات في الحقيقة تترجم هذه الحالة. الانتخابات المصرية الآن، الانتخابات الرئاسية، تترجم حالة الاصطفاف الوطني التي شهدناها خلال الأيام الماضية في مشهد ديمقراطي. في الحقيقة علينا جميعا أن نفخر بانتخابات تعددية أتاحت المساحة للأحزاب، 3 مرشحين هم رؤساء لأحزاب مصرية وأيضا أحزاب أخرى بتدعم مرشح مستقل. إذن تعددية، حياة ديمقراطية الآن بتخطو نحو النمو ونحو التقدم، وده مش نتاج اللحظة في الحقيقة، ولكن أيضا يجب أن نرجع فيه ل 30 يونيو، ثورة 30 يونيو المجيدة التي أسست لهذا البناء الديمقراطي. نحن نتحدث عن ثامن استحقاق انتخابي بعد ثورة 30 يونيو، نتحدث عن ثالث استحقاق رئاسي بعد ثورة 30 يونيو. كل هذه خطوات في البناء الديمقراطي، إتاحة المجال لعمل الأحزاب، إتاحة المجال وترتيب العمل في المجتمع المدني المصري، تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، أيضا مرحلة الحوار الوطني، ثم الآن انتخابات رئاسية ثالثة، كلها أمور يجب علينا أن نرتبها ونضعها في سياق متصل لندرك أننا منذ الثورة، منذ ثورة 30 يونيو، ونحن بنبني بناء سياسي بيسير بالتوازي مع البناء التنموي. بالمناسبة البناء السياسي هو الذي يصنع القرار السياسي، الذي يصنع التنمية ويصنع الاقتصاد ويصنع أيضا البناء المجتمعي الداخلي للدولة المصرية. إذن كان هناك إعداد مسبق من الدولة بشكل كبير في إعداد الشباب وتنميتهم سياسيا، إدخال الشباب في كل مناحي الحياة وبالأخص في المشاركة في الحياة السياسية. إذن كانت خطوة مسبوقة بالتأكيد. يمكن عشان كده احنا بنتكلم ان ما نشهده اليوم من عرس ديمقراطي حقيقي نتاج. هو نتاج. هو نتاج مشهد كامل يجب علينا ان نفصله، والمواطن يكون على درايه كامله بمحطاته. وبالتالي نحن نتحدث كما اوضحنا عن ثامن استحقاق. صحيح. انت شاركت في اعداد دستور في البدايه في عام 2014. هذا الدستور اتاح المجال لعمل الاحزاب واسس لي فكره تمكين الشباب وتمكين المراه وتمكين ذوي الهمم حتى المصريين في الخارج. هذا دستور 2014 يمكن المصريين في الخارج من المشاركه في التشريع ويتيح لهم الوجود في مقاعد في البرلمان المصري. اذا انت في البدايه اسست الدستور، ثم ذهبت الى انتخابات رئاسيه، ثم ذهبت الى انتخابات برلمانيه وغيرها من استحقاقات حتى وصلت لهذه النقطه. بالتوازي كنت أيضا تفسح المجال لحياة حزبية حقيقية. أحزاب جديدة ظهرت على المشهد السياسي المصري، وأحزاب قديمة استطاعت أن تطور من نفسها وتتواجد مجددا في المشهد السياسي. بالتوازي أيضا أفسحت المجال للمجتمع المدني، أيضا رتبت المشهد حتى في العمل الأهلي، التحالف الوطني للعمل الأهلي. صحيح. وغيرها من الأمور. أيضا أتحت المجال لفكرة مش بس تمكين الشباب، المشاركة في المجتمع بشكل بالزبط. أو بآخر، والتدريب قبل التمكين. وهذه كانت نقطة مهمة أنجحت التجربة الشبابية السياسية. صحيح. حينما دربت الشباب المصري في البداية، نعم، سواء من خلال البرنامج الرئاسي أو من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، استطاع معاوني الوزراء ومعاوني المحافظين وكافة الشباب الآخرين الذين تولوا مناصب قيادية في الدولة المصرية أن ينجحوا. لأن هنا أننا نتحدث عن تجارب شكلية، ولكن نحن نتحدث عن تجارب حقيقية تأتي بخبرات وبتراكم الخبرات
ونتاج التجربة المصرية. إذن من متابعتك لهذه المشاهد، ويمكن نتابع على الشاشة عملية استمرار توافد الناخبين على يعني مقر اللجان الانتخابية، أشرت إلى نقطة هامة وهي نقطة الصحوة التي جاءت يمكن للمصريين والتي كانت سببا في المشاركة بهذا الزخم أو هذا العدد الكبير، وهي نقطة يعني التخوف ويمكن استشعار الخطر في المنطقة الإقليمية، جعلنا يعني نتحد جميعا وننظر إلى المستقبل. بالتأكيد يمكن مصر في الحقيقة في قلب العالم، نعم. ولا يمكن فصل ما يحدث في العالم أو المحيط الإقليمي عن الداخل المصري، ولا يمكن استقبال أي عبارات أنا مالي ومالي اللي بيحصل بره. وهذه العبارة في الحقيقة ليس لها أي معنى، بل بالعكس ده مصر تتأثر ربما أكثر من دول أخرى بما يحدث في الإقليم وفي العالم بشكل عام. صحيح. أنت محور التجارة الأهم في العالم، أنت قلب العروبة ويعني بوابة أفريقيا ونقطة جيوسياسية هي الأهم في الشرق الأوسط، كيف لا تتأثر؟ وبالتالي التأثيرات موجودة. وبالتالي أنا أعتقد أن المواطن الآن يعني وضع جانبا كافة همومه الشخصية ومصالحه الشخصية وحديثه حتى عن بعض الأمور الاقتصادية. صحيح. وأعلى من القيمة الأهم وهي قيمة الوطن. حينما يتعلق الأمر بالوطن وبسيادة الوطن وبقرارات سياسية يجب أن يكون وراءها ظهير شعبي قوي، هنا تجد المواطن المصري حاضر. هنا هذا حدث في ثورة 30 يونيو. صحيح. وحدث مجددا اليوم. أنا أعتقد أن هذا المشهد يذكرنا بثورة 30 يونيو، لأنه احتشاد للمواطن وهو يعلي فقط قيمة الوطن والمصلحة العليا للبلاد حتى بعيدا عن المصالح الضيقة أو مصالحه الشخصية. أنا أتحدث مع الكثير من المواطنين، حضرت الكثير من المؤتمرات الشعبية قبل الانتخابات. الجميع أصبح لا يتحدث عن أسعار السلع، لا يتحدث عن يعني الظروف الاقتصادية، وأصبح يناحي كل هذه الأمور جانبا. وماذا سوف نفعل في هذه المتغيرات الإقليمية؟ صحيح. والدولية كان السؤال، بالأخص أنها حدود مصر يعني للأسف يعني سواء كانت ليبيا أو السودان أو فلسطين، فالأحداث ملتهبة ومشتعلة، ويمكن ده اللي خلى الجميع يعني يتحد على قلب رجل واحد زي ما حضرتك بتقول كده، ونشوف بقى مستقبل هذا الوطن ويعني نحدد مصيرنا. بالتأكيد، لأن كما حضرتك أوضحتي احنا نتحدث عن جدران الثلاثة للوطن، الشرقية والغربية والجنوبية، أوضاع إقليمية غاية في الصعوبة. وبالتالي هنا المواطن يعني هدفه الأساسي الحفاظ على استقرار الدولة. يمكن التحدي الحقيقي للمجتمع المصري الآن هو الحفاظ على المكتسب الذي تحقق، لأن احنا حققنا مكتسب في الحقيقة صعب للغاية. صحيح. لا ننسى تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة البواسل، لا ننسى المجهود الذي بذله العمال والبناؤون والمهندسون والأطباء، وكثير من التحديات في الحقيقة. صحيح. مرت على الدولة المصرية، الشباب المصري الذي يبني في مبادرة حياة كريمة، الأطباء الذين خاضوا مبادرة فيروس سي وخلصوا المواطن المصري من فيروس سي. المواطن المصري في الحقيقة خاض أشواط كبيرة جدا للتخلص من الكثير من التحديات، وهو يتخلص من هذه التحديات للأسف واجه تحديات مستجدة. صحيح. جائحة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية. صحيح. التضخم العالمي، الأوضاع في غزة. قدرنا هكذا، ولكن هذا القدر يقوينا، هذا القدر يجعلنا نصطف صفا واحدا لنواجه هذه التحديات وننتصر عليها مجددا. انتصرنا على التحديات التقليدية التي تورطناها خلال العقود الماضية، واستطعنا أن نبني بنية تحتية ونحدث تنمية ونحدث حياة كريمة ونتخلص من آفات مزمنة زي المناطق العشوائية وغيرها من الأمور. ونستطيع أيضا بالإرادة الشعبية، بالتماسك الداخلي، بوحدة الصف الداخلي، أن أيضا نواجه كافة المتغيرات الدولية والإقليمية ونحافظ على بقاء ووجود هذه الدولة. أنا أعتقد أن البناء الديمقراطي والسياسي المصري الآن في مرحلة في غاية الأهمية وفي غاية القوة. نعم. علينا جميعا أن نساند هذا البناء وندعم هذا البناء وننمي هذا البناء السياسي الديمقراطي الذي هو أساس التنمية، الذي هو أساس البناء المجتمعي. صحيح. الذي هو أساس القرار السياسي في كافة المجالات. وبالتالي نزولك اليوم أنت تؤسس لقرار سياسي، فعش تقول أنا مالي، لأن النظام السياسي قاعدته هو الناخب. صحيح. يعني إذا كان الرئيس هو رأس النظام السياسي، وإذا تحقق إذن يعني قد تحقق للناخب أو للمواطن المصري الأمن والأمان والاستقرار والبنية التحتية، فإذا نتجه إلى المستقبل وننظر إلى المستقبل بنظرة يعني فيها رحب يعني أفاق أرحب من النظر في الوقت الحالي، لأنه ده مستقبل أولادنا ومستقبل الأجيال القادمة. دعني وأيضا أتحدث معك عن مشاركة المصريين في الخارج. يعني تابعنا منذ الأول وحتى الثالث من ديسمبر مشاركة المصريين في
الخارج وجاءت على يعني غير المتوقع مشاركة حاشدة بشكل كبير، هل لهذا دلالات؟ لهذا دلالات ولهذا أيضا بناء. يعني الدولة المصرية أيضا أسست لي هذه ردة أو لما شاهدناه من ردة فعل إيجابية. كيف نتحدث عن بعد 2014 أيضا دستور كما كنا نتحدث أعطى للمصريين في الخارج وفق تقريبا يعني مادة 88 الصلاحيات فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية وأيضا حق في التمثيل البرلماني وأيضا ما يتعلق بالبحث العلمي. وفي الحقيقة أن بند الدستور تحقق، يعني المشاركة أتيحت والتمثيل البرلماني أتيح وأيضا حتى الإسهام العلمي تحقق من خلال مؤتمرات مصر تستطيع. هذا على نطاق البنية الدستورية. على صعيد السلطة التنفيذية مصر أوجدت وزارة مهمة جدا وهي وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، وبالتالي كانت حلقة وصل صحيح غاية في الأهمية لبناء جسر تواصل حقيقي ما بين المصري في الخارج وما بين الداخل. على صعيد بقى القرار السياسي، وهنا القرار السياسي في الحقيقة من القيادة السياسية المصرية لعب دور بارز في إعادة الروح وإحساس المصري في الخارج إنه حتى وإن كان بعيدا عن الوطن ولكن الوطن قريب منه، وده في مواقف كثيرة جدا كان الوطن يحمي فيها المواطن في الخارج كما هو يحمي فيها المواطن في الداخل. بداية فيما حدث في يعني ما حدث في ليبيا واتجاه مصر للأخذ بالثأر لشهداء المصريين على يد الجماعة الإرهابية لا تنسى يعني بالضبط، أو حتى في مواقف أخرى بقى زي ما حدث في أفغانستان وإجلاء الرعايا المصريين، ما حدث في جائحة كورونا رأينا الطائرات المصرية بتجلي المصريين من مختلف دول العالم، أيضا حتى في الأزمة الروسية الأوكرانية مصر مدت يد العون للطلبة المصريين هناك، حتى في السودان مصر ذهبت برا وبحرا وجوا يعني إعادة المصريين من هناك. وبالتالي هذه المواقف الكثيرة في الحقيقة التي أثبتت أن الدولة المصرية حينما ترفع شعار حياة كريمة للمواطن المصري فهي ترفعه للمواطن في الداخل والخارج، جعلتنا نرى كل هذه بقى الخطوات سواء الدستورية أو التنفيذية أو القرارات السياسية، جعلتنا ننظر ونشاهد ونتابع مشهد عظيم لتصويت المصريين في الخارج بهذه الكثافة، لأن المواطن المصري أصبح يدرك أنه يحتمي بجدران الوطن حتى وإن كان خارج حدوده. ربما أيضا هناك يعني ثقة أصبحت موجودة ومتبادلة بين المواطن وبين يعني القاعدة السياسية، لأنه يعني لما ننظر إلى الهيئة العليا للانتخابات التي تقدم لها أكثر من طلب من منظمة أجنبية للإشراف على الانتخابات فإنها لم ترفض أي طلب، فربما هذا أنشأ أيضا مزيد من الثقة من المواطن لمجريات سير العملية الانتخابية. يمكن طبعا الهيئة الوطنية أحد أيضا مكتسبات العملية الديمقراطية المصرية، ووجود هيئة مستقلة في الحقيقة لإدارة العملية الانتخابية بنشهد عوائدها الآن. صحيح. يمكن الهيئة الوطنية أنا أعتقد أن هي بتعمل على أو داخل إطار بيضم أو له ثلاث مسارات رئيسية. نعم. الاحترافية، الاستقلالية، وأيضا الشفافية. هذه العوامل الثلاثة أو هذه الركائز الثلاثة لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعتمد على الاحترافية والشفافية وأيضا ما يتعلق بالمصداقية، كلها أمور بتمكن الهيئة أنها تدير هذا الأمر بشكل احترافي أكثر من رائع. أيضا استحضار الأدوات التكنولوجية والاعتماد على الرقمنة وعلى صحيح. إتاحة البيانات الرقمية، المواطن في انتخابات سابقة كان يذهب إلى اللجنة ثم يبحث عن اسمه في كشوف الناخبين صحيح. ثم يعني يمر إلى مراحل اليوم نطالع تسهيلات يعني كثيرة وعدة تقدمها الهيئة العليا للانتخابات للناخب، يعني حتى ومن خلال تضافر المؤسسات المختلفة في الدولة سواء من الداخلية أو من التضامن أو غيرها، يعني حتى يمكن هناك بطاقات الانتخابات يعني المفعلة بطريقة برايل، الكراسي المتحركة، كل هذه تسهيلات يعني تسهل على الناخب للإدلاء بصوته بالتأكيد وتحفز أيضا يعني. بالتأكيد تحفز، وعلينا أن نذهب ونستغل كل هذه الإمكانيات المتاحة. أنا أعتقد أن في الحقيقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات بتدير هذه العملية باحترافية، لديها الآن كمان تراكم خبرات لأن الاستحقاقات السابقة مكنت الهيئة الآن من أن تحصل على كم كبير جدا من الخبرات بتنطلق به نحو تعزيز قدراتها في إدارة هذه العملية الانتخابية، أيضا استجاباتها لكل طلبات
وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، أيضا استجابت لكل طلبات المجتمع المدني المحلي. خلينا ننوه أن هناك أكثر من 40 منظمة دولية أو أجنبية تقوم بمراقبة الانتخابات بموافقة الهيئة العليا للانتخابات. بالتأكيد، يمكن هذه هي الشفافية التي نتحدث عنها. شفافية للداخل والخارج، كل من يريد أن يتابع، كل من يريد أن يراقب الانتخابات فهو مرحب به. الهيئة الوطنية في الحقيقة منذ وقت مسبق قبل العملية الانتخابية بوقت كافي أعلنت عن هذا وأتاحت هذا الأمر للجميع. طبعا بتعمل مع أيضا الهيئة العامة للاستعلامات التي لها أيضا دور مهم في إتاحة هذا الأمر للمراسلين الأجانب. وبالتالي بنرى الآن منشطات الصحف الأجنبية والعربية وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن هذا المشهد. صحيح. وعبقرية هذا المشهد، لأن أصبحت المعلومات متاحة والتغطية الإعلامية أيضا أصبحت ميسرة لكافة وسائل الإعلام الأجنبية والدولية، ولا يمكن لأحد أن يزيف الواقع. صحيح. كنت سؤالي التالي هو دلالة ذلك وتأثيره على الخارج. خلينا نتفق أن أي انتخابات خصوصا رئاسية في أي من الدول الإقليمية أو الدولية المؤثرة في صناعة القرار الدولي بيكون أو الجميع بيتابعها. الجميع بالتأكيد احنا نتابع الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. مصر كدولة كبيرة عربيا وأفريقيا بالتأكيد الجميع يراقب انتخاباتها، يراقب هل هذه الدولة سوف تستمر في الاستقرار، سوف تستمر في نفس النهج السياسي، هل لديها متغيرات سياسية. وبالتالي أنت صانع قرار إقليمي ودولي مهم ومؤثر في صنع القرار الخاص بالسلام والاستقرار في المنطقة، ولا شك أن الجميع يراقب انتخاباتك ليرى لأين سوف تذهب. وبالتالي المراقبة موجودة، وأيضا الحشد الجماهيري الموجود في الشارع أرسل رسالة في غاية الأهمية لكل من يتابع هذه الانتخابات. وبالتالي المواطن بشكل غير مباشر هو أدى دور عظيم للوطن من خلال وجوده اليوم. صحيح. أمام صناديق الاقتراع. وبالتالي بالتأكيد الجميع يراقب الانتخابات المصرية، لأن الانتخابات المصرية هامة، لأن مصر دولة مؤثرة إقليميا سواء على الصعيد الأفريقي أو العربي أو الشرق أوسطي أو حتى على الصعيد الدولي. بنرى مصر منخرطة الآن في الكثير من القضايا، لديها سياسات خارجية ثابتة واضحة، لديها اتزان سياسي، لديها حياد إيجابي يحيد بها عن الانخراط في أي من المشاكل والصراعات. كلها أمور بتجعل الجميع ينظر هل سوف تستمر الدولة المصرية في هذا النهج الجيد للغاية الذي يحفظ لها استقرارها الداخلي. وبالتالي الجميع يراقب، وأعتقد أن الرسالة اليوم وأمس وغدا أيضا وصلت. للمجتمع الدولي أن هذه الدولة سوف تستمر في البقاء، في الاستمرار، في الاستقرار الداخلي وقدرتها على إدارة المشهد الداخلي والإقليمي باحترافية عالية بما يضمن استقرارها وأيضا استقرار الإقليم. لعل المشاهد التي نشاهدها على عبر الشاشات المختلفة الحقيقة العربية والأجنبية وأيضا المصرية، ودعني أذكر المصرية في الأخير حتى لا نكون منحازين، لكن كلها تؤكد الصورة لا تزيف أبدا، وتؤكد رفض أو الشائعات المغلوطة التي كانت تواجه الانتخابات. لأنه تعلم جيدا أنه قبل الانتخابات ربما روجت بعض الشائعات أنه الانتخابات لن تحدد موعدها أو لن تقوم في موعدها المحدد، الكثير من الأخبار المغلوطة لفقد الاتزان في الشارع المصري. يمكن هذه النقطة في غاية الأهمية. إصرار الدولة المصرية بالمناسبة على إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده حتى في ظل هذه التحديات. صحيح. لدينا تحديات اقتصادية ولدينا تحديات قريبة مننا في قطاع غزة وفي الإقليم بشكل عام، ولكن الدولة المصرية لا تتنازل عن المضي في تعزيز بنائها السياسي والديمقراطي. هي تمضي نحو خططها التنموية. زي شفنا كده البناء التنموي لا يتوقف. هل توقفنا عن البناء التنموي؟ لا. المشروعات تسير. صحيح. في الطريق الصحيح. أيضا البناء السياسي يسير في الطريق الصحيح. وده أمر مهم جدا، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن المضي في استكمال الطريق نحو جمهوريتها الجديدة مهما كانت الصعوبات والتحديات. سوف تقهر هذه التحديات والصعوبات وتذهب لهذه الجمهورية الجديدة. وأيضا المواطن داعم قوي، بل هو الظهير الشعبي الحقيقي لاستمرار بقاء هذه الدولة والمضي نحو هذا الهدف. أنا أعتقد أيضا أن من أسباب احتشاد المصريين اليوم أمام صناديق الاقتراع وأمس وغدا إن شاء الله مش رسالة بس رسالة للخارج أيضا، هذه رسالة نقطة هامة هذه نقطة. ونقطة أخرى ذكرناها ما يتعلق بإحساسهم بأهمية الوقت فيما يتعلق بالمتغير الإقليمي والدولي. ولكن أيضا هناك سبب، وأعتقد أن هذا السبب أيضا سبب رئيسي في حشد الرأي العام وفي وجود طوابير الناخبين أمام صناديق الاقتراع، هو الإحساس بعوائد الديمقراطية. صحيح. وهذه نقطة في غاية الأهمية. الناخب الذي ذهب في الانتخابات
من قبل وهو يسكن في المناطق الخطرة، هو يذهب اليوم وهو يسكن في الأسمرات، وهو يسكن في المحروسة، وهو يسكن في مناطق حضرية. الناخب من قبل ذهب وهو يعاني من فيروس سي، ثم الآن ذهب وهو معافى. وهذا هو مكانه يستثمر في الفترة السابقة، وهو يعني بناء الإنسان ووضعه، وبناء المواطن المصري ووضعه هو الهدف والأساس. بالضبط. بالتالي المواطن حس إن هذه الديمقراطية لها عائد. نعم. أنا لما أروح للصندوق وأحط صوتي في الصندوق، فهذا الصندوق سوف يعني يصدر عنه قرار سياسي يحسن لي حياتي. وده اللي شافه في كثير من المتغيرات. يعني كلما ذهب إلى استحقاق يجد بنية تشريعية جيدة تسهل الاستثمار، بنشوف دلوقتي البرلمان شغال كويس، بنشوف في بنية تشريعية بتحدث، لما بيروح للانتخابات الرئاسية بنلاقي قرارات عن طريق طبعا السلطة التنفيذية وعلى رأسها القيادة السياسية المصرية بتسهل حياة المواطن وبتعود بالإيجاب على حياة المواطن، وتهدف في الأساس زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي فكرة بناء الإنسان، لأن هو الهدف من البنية التحتية إيه؟ هو الهدف من إعادة بناء هذه البنية التحتية القوية للدولة المصرية إيه؟ هو أن يرتكز المصري طبعاً البناء الإنسان على صحيح. أرض صلبة. نعم. يعني أنا عاوز أبني مدرسة، طب أين الطريق الذي سوف يعني يصلني لهذه المدرسة؟ أريد أن أبني مستشفى، أين شبكة الكهرباء؟ أريد أن أبني مزرعة، أين شبكات المياه ومحطات التحلية؟ وبالتالي الدولة المصرية بدأت من الطريق الصحيح، وبالتالي لا يجب على المواطن أن ينظر لبداية الطريق، ولكن يجب عليه أن ينظر إلى أين يصل هذا الطريق. نعم. يعني خلينا برضو نحلل المشهد بالأمس واليوم، يعني ما زلنا نتابع عبر شاشات أيضا توافد الناخبين على مقر اللجان الانتخابية. ماذا بعد غدا؟ يعني احنا طبعا نتوقع أن غد هيكون في إقبال كثيف كالعادة، يعني ماذا بعد ثالث يوم؟ أنا أعتقد أن أولا يعني هناك بقى حصد للنجاحات بعد ثالث يوم. أولاً طبعاً بالتأكيد المؤشرات الأولية سوف يعني تعلمنا الرئيس مصر القادم، ولكن هناك في الحقيقة نجاحات أخرى يجب علينا أن ننظر لها أيضاً بعد اليوم الثالث. استثمارات. بالضبط. على رأسها الحياة الحزبية المصرية. صحيح. ما تحقق من نجاح للأحزاب في هذه الانتخابات على الأحزاب أن تستثمره بشكل جيد وأن تبني عليه. الحوار الوطني ومن ثم ومن بعده الانتخابات الرئاسية كانت بوابات جديدة لدخول الأحزاب إلى معترك الحياة السياسية بشكل يليق والحياة الحزبية المصرية. وبالتالي البناء على هذه النجاحات المتعلقة بالحوار الوطني والانتخابات الرئاسية للأحزاب، أنا أعتقد أنه هو أهم مكتسب سوف نبدأ في العمل عليه بعد انتهاء هذه الانتخابات. الأمر الآخر أيضا المواطن المصري الآن علي أن يحافظ على هذه المكتسبات وأن يدرك أن هذه الحالة من الاصطفاف الوطني عليها أن تظل موجودة في ظل مواجهة الدولة المصرية لهذه التحديات القائمة الآن، والمضي بها أيضا يعني نحو مواجهة هذه التحديات. المكسب أيضا الآخر أننا حققنا، وهنا حينما نتحدث عن الصورة الأشمل التي كنا نتحدث عنها في بداية هذا اللقاء، فكرة البناء السياسي، أننا وضعنا لبنة جديدة في هذا البناء السياسي المصري الذي بدأ منذ عام 2014، فأنت خطوت خطوة جديدة في البناء السياسي للدولة المصرية، وهذا نجاح لكل مواطن مصري شارك في هذا الاستحقاق. صحيح. الانتخابي. وبالتالي مجموعة كبيرة جدا من النجاحات على صعيد المواطن، على صعيد الأحزاب، على صعيد وجاد قرار سياسي وراءه الآن حشد جماهيري كبير وغير مسبوق، وأعتقد أن هذه الانتخابات سوف تحقق رقما غير مسبوقا. هذه وجهة نظري، يعني احنا نتحدث عن 2014 47%. برأيك هتكون أكثر الفئات المشاركة في الانتخابات ايه؟ يعني طبعا الشباب مفاجأة هذه الانتخابات، وهذا في الحقيقة يثلج صدري كما يثلج صدور المصريين جميعا. اننا نرى الشباب اليوم، مش عاوز اقول يرد الجميل، ولكن هو يستشعر ان الدولة سندته، الدولة وقفت بجانبه فيما يتعلق بالتمكين السياسي والاقتصادي والمجتمعي وحتى الرياضي وفي العمل الأهلي وفي غيرها من مجالات، فهو اليوم يرى أن لديه فرصة أنه يؤدي أيضا واجب تجاه دولته. وهنا تحية في الحقيقة لهذا الشباب، يعني الشباب المصري في الحقيقة يستشعر دوره كما هو يطالب بواجبه يعني حقوقه. وهذه نقطة مهمة، عشان كده رأينا الشباب المصري الذي يبني العاصمة الإدارية موجود أمام صناديق الاقتراع. صحيح. الشباب المصري الذي ممكن سياسيا وجدناه موجود أمام صناديق الاقتراع. الشباب مختلف الفئات موجود، وبالتالي الشباب
في مشهد في المشهد في الحقيقه يعني يجمل هذا المشهد. طبعا المراه المصريه كالعاده دعني انحاز بقى للمراه المصريه لانها متصدره في كل المواقف الحاسمه في يعني في الفتره السابقه وعلى مدار الاعوام السابقه. كانت المراه هي الحاشد والداعم للدوله بشكل كبير جدا، مستشعره الامن والاستقرار يعني بشكل كبير جدا، فكانت الحقيقه هي المحفز الاساسي للعائله المصريه او للبيت المصري بشكل عام. بالتاكيد يمكن المراه المصريه هذا هو المعهود به يعني منذ بداية هذه الاستحقاقات الانتخابية في عام 2014، وهي تحشد الأسرة. يعني إذا كنا نتحدث أن الأحزاب هي التي تحشد المجتمع، فالمرأة المصرية في الحقيقة هي التي تحشد الأسرة وتنمي الأسرة سياسيا في الحقيقة طبعا. يعني ما تفعله المرأة المصرية وهذا لم أراه في أي تجارب سياسية من قبل. يعني شفنا المشاهد طبعا، كانت المرأة موجودة وبتصطحب أطفالها وأبنائها، ويعني كأنهم في يعني في عرس ديمقراطي. الحقيقة أنهم رايحين تفرج أولادها وتوري أولادها إزاي حقهم ممكن يمارسوه، ودي يعني الحقيقة أكبر حاجة ممكن السيدة المصرية تعلمها وتنميها في أطفالها. أمر في غاية العظمة، وبأكد أن بالفعل عظمات مصر دورهم مش بس في الحياة العامة طبعًا. كسيدة أو كأم أو كقائمة على عمل، ولكن أيضا دورها في التنمية السياسية يعني متسع حتى يصل إلى النقطة الصغيرة وهي أسرتها. وده أمر في الحقيقة يجب علينا أن ننظر له بعين الاعتبار، وأعتقد أن هو محل دراسة، يعني يجب أن يكون محل دراسة من المراكز البحثية. لأن الدور التنمية السياسية التي قامت به المرأة المصرية منذ ثورة 30 يونيو حتى الوقت الراهن هو دور ليس بالهين. بالمناسبة هي التي دفعت الأسرة للنزول إلى الميادين في 30 يونيو، وهي التي حشدت الأسرة للنزول في الاستحقاق الدستوري الأول لبناء الدستور وهكذا في الاستحقاقات السبع الديمقراطية وصولا للاستحقاق الثامن. هي التي أدارت الإصلاح الاقتصادي منزليا، يعني حتى يعني السيد الرئيس حينما كان يتخذ قرار الإصلاح الاقتصادي حدث المرأة المصرية. صحيح. وبالتالي هذه الأدوار لأنها أدوار سياسية كانت للمرأة المصرية حتى البسيطة. هنا لا أتحدث عن المرأة التي تعمل في الأحزاب أو تنخرط في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. المرأة البسيطة التي استشعرت الخطر والقلق وعدم الأمن السائد، ويعني نزلت أدلت بصوتها عشان تقول كلمتها. بالتأكيد. وبالتالي أنا أعتقد أن ده محل دراسة. صحيح. كيف أن المرأة المصرية الغير منخرطة في العمل السياسي، يعني هنا لا أتحدث عن المرأة التي تعمل في السياسة، هذا دورها بجانب الرجل. المرأة واحدة يصب كل اهتمامها على المشاركة السياسية. بالضبط. إنما يعني كيف حدث هذا؟ أنا أعتقد أن ده نابع من حب فطري للدولة المصرية وانتماء قوي جدا طبعا من الجميع، ولكن المرأة كانت بتبرزه وكانت أيضا بتبروزه في صورة أكثر من رائعة من خلال دفع كافة أفراد الأسرة والتأثير عليهم للنزول سواء في ثورة 30 يونيو أو في التفويض أو في يعني الاستحقاقات الانتخابية. هي محرك في الحقيقة، وهي في الحقيقة يعني لها جميل كبير جدا على هذا الوطن، وتتحمل مسؤولياتها وتجعلنا جميعا نتحمل معها هذه المسؤولية في الحقيقة. دعنا أيضا لا نغفل يعني مشاركة عدد كبير جدا من ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية، وبالأخص مع وجود تسهيلات. بالتأكيد. يمكن ذوي الهمم في الحقيقة بيضربوا مثل للإرادة وللتحدي وللصمود وللقدرة، ودورهم في الحقيقة أيضا في ظل التمكين المتاح من الدولة المصرية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو حتى على صعيد الرياضة. رأينا أبطال يعني عظام في الأولمبيات وفي غيرها من مجالات رياضية حققوا بطولات وميداليات لمصر ورفعوا راية مصر عالية خلال السنوات الماضية، وبالتالي وجودهم الآن بهذه القوة وبهذه الفاعلية سواء في المجالات السياسية والاقتصادية وكما قلنا في كل المجالات أيضا دورهم بارز. وهنا الهيئة الوطنية في الحقيقة أيضا يجب أن نوجه لها الشكر سواء من خلال إتاحة البطاقات الخاصة ببرايل طبعا يعني الإعاقة البصرية أو حتى الإعاقة السمعية. طبعا هناك إرشادات مصورة على حوائط اللجان لتسهيل هذه المهمة الخاصة بالتصويت، أو حتى الكراسي المتحركة مسارات. يعني أنا بالأمس كنت أستمع لأحد القضاء أو قبل الانتخابات كنت أستمع لأحد القضاء كان يتحدث أن من أهم يعني أسباب اختياره للجان أن يكون هناك في الطابق السفلي حتى يستطيع ذوي الهمم المرور والنفاذ إلى القاعات أو لأماكن الاقتراع. أن تصل بنا الثقافة يعني الحمد لله لهذه النقطة، فهذا أمر عظيم للغاية. حتى القضاء الجميع يراعي هذا الأمر. الهيئة الوطنية للانتخابات هناك طوال الوقت
مراعاة لأن يكون كل عنصر أيضا بطاقات الانتخابات يعني يعني المصنوعة بطريقة برايل يعني كان ليها الحقيقة أبهرتنا. احنا من الدول القليلة بالمناسبة اللي لدينا هذه التجربة ويعني تعميم هذه التجربة أمر يعني يدعونا للفخر، وأيضا إصرار الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تكون هذه الورقة الجديدة للمكفوفين موجودة في كافة اللجان. يعني بالأمس حتى حينما تحدث أحد رؤساء اللجان للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري وتحدث له أنه لديه نقص في هذه الأوراق، ويعني على الفور كان هناك إرسال لهذه الأوراق، وبالتالي يعني متابعة دقيقة ولحظية لكافة التفاصيل حتى للأمور الفنية البسيطة. وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة المصرية بتدير المشهد الانتخابي بكافة مؤسساتها سواء الهيئة الوطنية، طبعا وزارة الداخلية يجب لا يجب أن ننسى الدور الكبير جدا في التأمين يعني دور حقيقة أن الانتخابات أو سير العملية الانتخابية بتمر بمنتهى السهولة واليسر، والحقيقة أنه فيها أمن واستقرار، يعني فيش أي حاجة تدعو للقلق أو للخوف أنه الإنسان ينزل يمارس حقه الديمقراطي في الانتخاب. بالتأكيد يمكن ملحمة وطنية بتديرها وبتصنعها كافة مؤسسات الدولة من أجل أن يستمر هذا البناء السياسي في تعضيد قوته وفي استكمال مسيرته. عليك فقط أن تنزل وتشارك، أنت يعني لست بمعزل عن هذا البناء. النظام السياسي يتكون من القاعدة وهم الجماهير وصولا لرأس السلطة. إن لم تكن هناك الجماهير وأصوات الناخبين لا وجود لباقي الهرم السياسي، وبالتالي أنت الذي تؤسس الهرم السياسي، كيف لك أن تغيب عن هذا المشهد؟ أنت أساس النظام السياسي للدولة المصرية، عليك أن تذهب وتصوت وتقوي من هذا البناء السياسي وتفخر بالتجربة الديمقراطية. بالمناسبة مصر أسست تجربة ديمقراطية محلية الصنع، وهذه في الحقيقة أيضا محل فخر واعتزاز. نحن لم نستورد تجربة ديمقراطية معلبة من الخارج، صحيح. يعني ما قلناش مثلا التجربة الفرنسية شكلها جميل يلا نطبقها عندنا، التجربة الأمريكية شكلها حلو تعالى نطبقها عندنا، لا، أنت فضلت خلال العشر سنوات الماضية تنشئ وتبلور، صحيح، تجربة ديمقراطية. أعتقد إحنا عمرنا ما خدنا تجربة وعرفنا نطبقها، لأن إحنا دايما مبتكرين، يعني إحنا دايما ما نبدع التجارب الجديدة والتي يحتذى بها في الوطن العربي وفي العالم. وده دافع إن أنت تكمل دي تجربتك، ده أنت اللي عملتها، ده أنت اللي أسستها من ثورة 30 يونيو، صحيح، ومكمل بيها. إيه اللي يخليك دلوقتي ما تقدرش تنزل تكملها؟ لا يوجد أي مانع، ده أنت نزلت في ظروف أصعب من كده. نزلت وإحنا بنحارب الإرهاب، صحيح، نزلت في ظل مخاطر كثيرة جدا، نزلت وجماعة إرهابية كانت بتهددك تقول لك ما تروحش تصوت على الدستور، ونزلت في 2014 وقلت لا هصوت لدستور دولة وطنية حديثة ديمقراطية، وحدث بالفعل، ولا يوجد أي شيء يخليك يعني تتخلى عن هذا الدور. أنا أعتقد إن إذا كان الدستور المصري صنف المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على كونها واجب وطني، فنعم هي واجب وطني، ولكن في ظل هذا التوقيت هي ضرورة وطنية ومسؤولية مجتمعية. التخلي عنها أعتقد إن هو يعني أمر يجعل من يتخلى يقف مع نفسه كثيرا ويفكر كثيرا، لأن لا يجب أن تتخلى عن هذه المسؤولية في ظل هذا التوقيت. أيضا دعنا نتحدث عن يعني كثافة الانتخابات في اللجان الانتخابية بالأخص في المحافظات الحدودية. يعني كنت أتابع على شاشة القناة الأولى يعني مقر لجنة رفح الحقيقة، وكان يمكن مراسل التلفزيون المصري في رفح وجه له تحية، كان يعني بيطلعنا بالمشاهد إقبال كثيف على اللجنة وعلى الانتخاب وعلى غير المعتاد. يعني هل ده الاستشعار الخوف أو ملاصقة المواطنين هناك يعني أحداث في غزة ويعني ما يحدث هناك، فاستشعارا لهذا الخوف والصحوة يعني فتوجه عدد كبير جدا من المواطنين للانتخاب؟ يعني هرجعه هنا لسببين. السبب الأولاني لحركة كارتي، وده سبب منطقي جدا ومهم جدا، وبالتأكيد طبعا يعني قربهم من المناطق الحدودية بيجعلهم يعني على دراية طوال الوقت بالأحداث ومتغيرات الأحداث، وبالتالي كان طبعا وعيهم بهذه المخاطر قوي جدا. عشان كده رأينا مشاهد عظيمة جدا في سيناء وفي مختلف المحافظات الحدودية في الحقيقة، يعني جعلتنا جميعا نشعر ان الحدود، نعم يعني لدينا جيش عظيم ولدينا قوات مسلحة مصرية يعني هي الأقوى إقليميا، ولكن أيضا لدينا شعب مصري يساند هذه القوات المسلحة المصرية العظيمة ويقف
سندا وظهرا لقوات المسلحه في المحافظات الحدوديه، ودي رساله مهمه جدا. يعني رساله ارسلتها المحافظات الحدوديه للمجتمع الاقليمي والدولي، انا اعتقد ان هي في غايه الاهميه. السبب الاخر ايضا هو انتشار الاحزاب بشكل غير نمطي وجديد، واتساع عمل الاحزاب لهذه المحافظات، وده ايضا يحسب لنمو الحياه الحزبيه المصريه، وده ظهر حتى في الحشد الذي يعني وجدناه في هذه المحافظات، ان هناك لافتات لاحزاب، هناك عمل للحياه الحزبيه، وده جيد جدا. يعني ان تكون مظله الحياه الحزبيه المصريه متسعه لتشمل كافه نطاقات الجغرافيا المصريه، فهذا مكتسب سياسي انا اعتقد ان هو عظيم للغايه. زمان كانت الاحزاب السياسيه بتهتم بالمحافظات المركزيه، يعني القاهره، الجيزه، الاسكندريه الشرقيه، يعني المحافظات المهمه من حيث الكتله التصويتيه الكبيره. ولكن ان تهتم الاحزاب المصريه ايضا الان بهذه المحافظات الحدوديه، انا اعتقد ايضا امر يجب علينا ايضا ان ننظر له بعين ده جنبا الى جنب الى محافظات الصعيد والريف ايضا. يعني بالتاكيد لاننا شاهدنا ايضا برضو كثافه المواطنين في الاقبال على مقر الانتخاب. هناك كثافه على عموم الجمهوريه في الحقيقه، يعني ولكن نحن نتحدث فقط عن المحافظات الحدوديه لان لها اهميه خاصه، ولكن ما نشهده من كثافه على مستوى الجمهوريه بيؤكد وعي وادراك المواطن المصري باهميه واولويه النزول في هذا الاستحقاق الانتخابي، ونتاج ايضا الجهد الكبير جدا الذي بذله المواطن والدولة في هذا البناء السياسي. جهود يعني كثيرة يعني نتحدث عنها ونحن نسرد كل هذه الأحداث، يعني وكل هذه الكثافة من نزول المواطنين المصريين لمقر اللجان المختلفة في ربوع مصر المختلفة. كيف نستثمر هذا؟ يعني هذه تعد مكتسبات، كيف نحافظ عليها؟ كيف نثريها؟ يعني هذا هو السؤال الأصعب، لأن بالفعل دائما يجب علينا أن ننظر إلى الغد. يعني هل بنحتاج إلى حدث لإحداث حراك سياسي فنبدأ جميعا يعني إن احنا نستشعر إن احنا لدينا واجب وطني لابد أن نقوم به؟ هل دائما يعني لابد أن يكون هناك حدث كبير جلل؟ يعني بتأكيد علينا أن نستثمر هذا، وإن لم نستثمر هذا يعني أنا أعتقد إن احنا سوف نفوت فرصة مهمة في وصول الحياة الديمقراطية المصرية لهذا النضج وهذه الجودة. نعم. علينا أن نستثمر بالفعل الحراك الحزبي المصري الذي أصبح أكثر من رائع، علينا أن نستثمر الوعي السياسي الذي تبلور لدى العقيدة المصرية ولدى المواطن المصري الآن ويتم البناء عليه خلال الفترة القادمة، علينا أن نستثمر في حالة الحوار الوطني الجامعة والتي أتاحت المساحات المشتركة ما بين الجميع، علينا أن نستثمر أيضا أن الآن مصلحة الوطن في ظل هذا الظرف الراهن أصبحت هي المصلحة العليا، وأن المواطن المصري يعني حتى في ظل تأثره ببعض الظروف الاقتصادية لا يتحدث عن هذه الأمور بل يتحدث عن مصلحة الدولة أولا. كلها مكتسبات يجب علينا أن نحافظ عليها. أنا أعتقد هنا الحديث للأحزاب مباشرة، الأحزاب بشكل خاص عليها أن تستثمر ما حصل، تستثمر ما حصدته من مكتسبات. صحيح. سواء من خلال الحوار الوطني، الاستمرار هو الاستمرار. ده مهم، يعني ده مهم جدا. نعم. أنت الآن استطعت أن تحشد الجماهير، كثير من الأحزاب حتى الحديثة استطاعت أن يكون لها قواعد شعبية الآن في الشارع. صحيح. وهنا لا أتحدث فقط عن الأحزاب المؤيدة، ولكن حتى الأحزاب المعارضة أصبحت لديها أيضا يعني جماهير في الشارع، وشفنا ده في الحملات الانتخابية، هذا جيد جدا. يعني شفنا الحقيقه عقد ندوات كتيره، ويمكن كنا يعني بتبث على شاشاتنا ايضا ندوات مختلفه لاحزاب مختلفه ومتنوعه باتجاهات مختلفه ليها حشودها وليها جماهيرها. الحقيقه كل ده اثر بشكل كبير جدا الحياه السياسيه، واعتقد ان ده هيبقى موجود داخل المواطن المصري. بالتاكيد عليك ان تمارس دورك، ابحث عن هذا الدور ومارسه بشكل جاد وبشكل حقيقي، استثمر ما حدث اليوم وأمس وغدا من نجاح كبير جدا للتجربة السياسية الديمقراطية، وانظر لها بشكل عام، لا تنظر لها على صعيد المحطات، ولكن انظر لها كما كنا نتحدث انها محطات متصلة، وما زالت هناك محطات اخرى منتظرة، وبالتالي عليك ان تستمر في هذا البناء، تظل في هذا الدخم، تظل في هذا الحراك، تدعم الفكرة الوطنية التي يؤسس عليها هذا الحراك. هذا الحراك أيضا بالمناسبة هو جامع لكل الأفكار الوطنية، لأن أيضا هو لديه أرض ومظلة واحدة. صحيح. صحيح. وهي مظلة الدولة الوطنية، ويجب علينا أن نتذكر هذه النقطة، وأن أيضا نضعها دائما في عقولنا ونحن نتحدث عن الحراك السياسي المصري، أن الحراك السياسي المصري نعم هو به الحرية وبه الشفافية وبه مساحات
مشتركة للجميع، ولكن تظل فكرة الدولة الوطنية والدستور المصري هو المساحة المشتركة التي نجتمع بها جميعا ونتحرك من خلالها جميعا. صحيح. يعني برضو خلينا نرجع مرة تانية للخارج ونقول مدلولات يعني أو دلالات ما يحدث في مصر من حراك سياسي، من مشاركة كثيفة، من إقبال من المواطنين المصريين على اللجان، من انتخابات نزيهة تحت إشراف منظمات دولية وأجنبية، ودلالات هذا ورسائل هذا للغرب. يمكن بالتأكيد هناك عدد كبير جدا من الرسائل، ولكن أنا أعتقد أن أبرزها يعني هناك رسائل لها علاقة بالداخل المصري بشكل خاص، إن الدولة المصرية دولة بتنمي قدراتها السياسية وبتنمي تجربتها الديمقراطية، ولديها شعب لديه من الوعي السياسي، ومؤسسات الدولة المصرية قادرة على إخراج ويعني إدارة المشهد الانتخابي، يعني رسائل على صعيد قدرة وإمكانيات الدولة المصرية. ولكن هناك رسائل مرتبطة بتشكل العالم من جديد، بالتغير الحادث في النظام الدولي بشكل عام، إن في ظل هذه المتغيرات التي تعصف باستقرار الدول، هناك دولة عريقة، دولة كبيرة، دولة لديها إرث حضاري وإرث تاريخي كبير جدا لم ولن تتنازل عنه، بل إنها تقف عليه بشكل مستقر وتمضي من هذه الحضارة، وبأيضا حاضر مشرف نحو مستقبل هي تتمناه وهي التي ترسم الملامح الخاصة به. هذه رسالة مهمة جدا. الدولة المصرية لم ولن تنجذب لما يحدث من مخططات لها علاقة بإثارة الفوضى في المنطقة. صحيح. سوف تظل مصر يعني ثابتة، محافظة على استقرارها الداخلي، داعمة لاستقرار أيضا الإقليم، ومحاولة لإخماد النيران في المحيط الإقليمي، ولكنها أيضا لن تتنازل عن سيادتها وعن ما حققته من منجزات خلال السنوات الماضية، وسوف تحافظ على بقاء هذه الدولة. أنا أعتقد المواطن اليوم هو يعني صوته في وجه مخططات كثيرة تحاك بالمنطقة. صحيح. صوته رافض للكثير من المخططات التي يعني كادت تعصف بمصر في وقت ما في السابق، وحاولت أن تجدد نفسها في الوقت الحاضر. صوته الآن هو حصن لهذه الدولة. صوته الآن يرتكز عليه أو ترتكز عليه الدولة المصرية كركيزة أساسية في صنع قرار سياسي يؤمن استقرار الدولة المصرية. عظم هذه الانتخابات إنها أتت في هذا التوقيت. نعم. يعني الأقدار هنا لعبت دورا، وكأنها رسالة إلهية إن على المصريين أن يحتشدوا لصنع قرار سياسي يدعم قدرة هذه الدولة على البقاء والوجود. في الحقيقة أن تزامن الانتخابات الرئاسية مع هذه المتغيرات هي رسالة أرادها الله، ويعني حققها الشعب المصري بنزوله اليوم للانتخابات، وبالتالي علينا أن نكمل هذه الرسالة وأن نحدث العالم بصوت قوي، بصوت المصريين، بصوت أصحاب حضارة وبأصحاب واقع أيضا مشرف، وأن نقول بصوت عالي سوف نبقى، سوف نحيا، وسوف تحيا مصر. نعم. يعني عودة مرة أخرى إلى التسهيلات والإجراءات لتيسير الانتخاب على المواطنين، وهو إنشاء مقر لجان المغتربين، ربما يعني هذه النقطة تحديدا كانت تعوق البعض أو الكثير الحقيقة من المواطنين المصريين من إدلاء بأصواتهم لبعد المسافة. بالتأكيد يمكن ده تراكم الخبرات. يعني الهيئة الوطنية أصبح لديها من تراكم الخبرات ما يجعلها الآن بتحدث الكثير من الأمور التي تسهل العملية الانتخابية، وأيضا حصد المزيد من الأصوات، لأن الهيئة دورها أيضا لا يقتصر فقط على الإدارة، ولكن أيضا التحفيز، تحفيز المشاركة السياسية بشكل عام. وبالتالي من ضمن يعني أولويات عمل الهيئة فكرة التحفيز، ومن ثم تسهيل العملية الانتخابية. هنا نتحدث عن طبيعة العمالة في مصر. لدينا محافظات جاذبة للعمال. صحيح. على رأسها طبعا القاهرة، الجيزة، المناطق السياحية زي ما نشوف في شرم الشيخ، المناطق الغردقة وغيرها من المناطق، أيضا العاصمة الإدارية كنقطة عمل كبيرة جدا، المناطق الصناعية. وبالتالي أنت تطلب من المواطن أن يمارس حقه الديمقراطي وأن يذهب إلى صناديق الاقتراع، ولكن أيضا عليك أن تسهل هذا الواجب. وبالتالي كم من الصعب أن هذا المواطن يعني يأخذ أجازة ويحجز تذكره قطار او ياخذ وسيله مواصلات ونفقات ووقت وياخذ اجازه من العمل ويذهب الى محافظته ليدلي بصوته. صحيح. ومن ثم طبعا ايجاد لجان للمغتربين او للوافدين هي فكره عبقريه ومهمه جدا. يمكن الهيئه هذا العام ايضا
توسعت فيها بشكل كبير جدا لأي من الوافدين أو المغتربين. فقط ادخل على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات سوف تجد يعني مساحة مخصصة لهذا الأمر، بيتم الضغط عليها بتطلع لك كل لجاد المغتربين الموجودة في كافة المحافظات. فقط عليك أن تذهب وتدلي بصوتك، وبالتالي بالتأكيد ساهمت يعني أو ساهم إيجاد لجان المغتربين بشكل عام في تحفيز المشاركة الانتخابية لكثير من الفئات، وتأثير على المواطنين بشكل كبير بصراحة. أن تصوت في الانتخابات، وكانت المسافات والظروف كانت بتحيل ما بينهم وما بين المشاركة. الآن هذه اللجان في الحقيقة بتؤدي هذا الدور بشكل أكثر من رائع. طيب تقييمك للمشهد السياسي بشكل عام؟ لا يعني احنا بنتكلم على مشهد في الحقيقة بينمو طوال الوقت. إذا نظرنا لبداية هذا المشهد اللي أنا بشوفه هو بدايته الحقيقية في ثورة 30 يونيو واليوم، فهناك تطور كبير. يعني زي ما كنا بنتحدث، هناك الأول بناء للديمقراطية، بناء للدستور، بناء للسلطات، تركيز أو تثبيت ركائز الدولة المصرية، ويعني إيجاد بنية سياسية حقيقية، إتاحة العمل الحزبي، إتاحة العمل للمجتمع المدني وغيرها من الأمور، وصولاً لهذا النضج وهذه الجودة في التجربة. وبالتالي الحياة السياسية المصرية اليوم يعني بالتأكيد ما حدث من خطوات عمل إيجابية خلال التسع سنوات الماضية ينعكس عليها إيجابيا بشكل أكثر من رائع. وبالتالي حتى الطرف الآخر يعني من يريد أن يتصيد لا يجد ما يتصيده اليوم لنا، لأن أنت بتبني طوال الوقت فوق بناء قوي وفوق أساس ثابت. يعني أنت أسست دستور، لما بتبني فوقيه استحقاقات انتخابية بتبقى قوية، وبالتالي هذا البناء التراكمي للمنظومة السياسية المصرية في الحقيقة أنا أعتقد أنه هو نموذج لتجربة أفريقية عربية استطاعت أن تخرج نفسها من ديمومة الفوضى التي كادت أن تعصف بها، يعني خاصة بعد عام 2012 و2013، وأن تذهب بهذا الإحباط إلى قمة النجاح السياسي وقمة النجاح في إنشاء تجربة خاصة بها، زي ما كنا بنتكلم تجربة محلية الصنع ولكنها أيضا إقليمية ودولية التأثير. لأن قرارها يعني قرار هذه التجربة السياسية هو مؤثر إقليميا ومؤثر دوليا. صحيح. وبالتالي هذا أيضا مبعث فخر إن هذه التجربة التي نشاهدها اليوم وهي تنمو خطوة تلو الخطوة هي تأثيرها أيضا لا ينحصر فقط على صعيد انه بتحقق تنميه داخليه وبتحقق استقرار داخلي، لا دي بتحقق ايضا استقرار اقليمي. صحيح. وبتحقق علاقات خارجيه متزنه وبتجعلك بوصله لكل من يريد ان يحقق الاستقرار، وبالتالي مكتسبات اقتصاديه بتبني عليها طبعا. بالتاكيد يمكن التزام مصر دوليا وقدرتها على لعب دور محوري سواء افريقيا او عربيا، لعب دور ايضا شريف وسياسات شريفه وسياسات ثابته في السياسه الخارجيه المصريه، كلها جعلت حتى من يختلف على بعض القضايا يتفق على مصر. وهذا يتضح حتى في القضية الليبية، في القضية الفلسطينية، في القضية السودانية. يعني الجماعة هناك أقطاب دولية تختلف، صحيح، ولكنهم يتفقوا على دور مصر، إن دور مصر محوري وركيزة أساسية في صنع الاستقرار والمنطقة. هذا التصريح يخرج من الغرب ويخرج من الشرق، في حين إن الشرق والغرب يختلف على الحلول في هذه القضية أو ذاك القضية. وبالتالي الاتفاق على مصر هنا لم يأتي من فراغ، الاتفاق على مصر أتى من بناء سياسي داخلي قوي استطاع أن يصنع قرار دبلوماسي ويصنع سياسة خارجية متزنة قوية بتحقق فقط مصلحة الداخل المصري، لا تنجذب لأي من الصراعات، لا تنجذب لأي من المهاترات، لديها صبر استراتيجي ولديها قوة أيضا رادع تحمي مقدرات الدولة المصرية، ولديها إدارة سياسية رشيدة، كلها مقومات في الحقيقة صناعة هذا النظام السياسي اللي المواطن هو المؤسس الحقيقي له عبر صناديق الاقتراع سواء في الانتخابات التشريعية أو في الانتخابات الرئاسية. نعم، يعني سريعا ما الذي ينتظره المواطن المصري من رئيس مصر القادم؟ في وجهة نظري أهم ما ينتظره المواطن المصري من رئيس مصر القادم هو الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال التسع سنوات الماضية والمرور بها آمنين سالمين نحو تعزيزها ونحو الوصول بها إلى أفاق أرحب.
لا يمكن أن نتخلى عن أحلامنا التي رسمت خلال السنوات الماضية وعن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة البواسل. لا يمكن أن نتخلى عن كل هذه المشروعات القومية والبنية التحتية وكل ما تم تحقيقه ونذهب إلى الفراغ، بل هذا التحدي الحقيقي أن نذهب بهذه المكتسبات إلى تعزيزها وإلى جمهورية جديدة قوية تستطيع صناعة قرار داخلي وقرار دولي مؤثر. يعني الفترة السابقة كان الهدف هو بناء الإنسان، الفترة القادمة ما هو شعار المرحلة القادمة لأي من يعني أي من المرشحين الذين سوف يفوزون في الانتخابات القادمة؟ طبعا على مستوى المواطن العادي جني الثمار، يعني يمكن المواطن ينتظر على الصعيد الداخلي جني الثمار، وفكرة أن هناك بقى يعني مرحلة أيضا جديدة من البناء وتشهد أيضا الكثير والكثير من العمل والتنمية في الداخل المصري. وعلى الصعيد الخارجي ثبات مصر في مواقفها الخارجية والإقليمية والعمل في نفس الإطار الدبلوماسي والسياسي الخارجي والحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية والحفاظ على سيادة الدولة المصرية. نعم، يعني في كل الأحوال المواطن المصري يعني سوف يتحقق له المكاسب بشكل أو بآخر من هذه العملية الانتخابية أيا كان الفائز في السباق الرئاسي، فكل له أهدافه، ولكن في النهاية سوف يحصد المواطن المصري كل الجوائز والنتائج. بالتأكيد المواطن المصري هو الربح الحقيقي من هذه العملية السياسية، هو الربح الحقيقي من هذه الديمقراطية. ويمكن تكلمنا منذ قليل فكرة أن تحصد عوائد الديمقراطية، يمكن احنا بنشوف ايه عوائد الاقتصاد، عوائد الاستثمار. هل تحدث احد عن عوائد الديمقراطية؟ والحقيقة ان احنا اتكلمنا ان احنا بنبني بقالنا فترة طويلة جدا ونؤسس لقواعد الديمقراطية وبناء الديمقراطية لدى الشباب ولدى يعني اطياف الشعب المختلفة. وبالتالي عوائد الديمقراطية نحن نحصدها الان، ان نعم. لديك نتاج عائد انتخابات ديمقراطية مصرية خلال التسع سنوات الماضية، قرار سياسي صحيح. يتيح لك الاستقرار، يتيح لك التنمية، نعم. يتيح لك أيضا قدراتك على استكمال الطريق. جزيل الشكر لك أستاذ جمال رائف، يعني على هذا التحليل وهذه المتابعة لمجريات سير عملية الانتخابات الرئاسية، انتخابات رئاسة 2024.